هي كذلك اخترت الجد وجهت تلك الحملة، لكنها بقوتها والإرادة تاعها يكفيها أنها جزائرية توجت بهذا اللقب الأولمبي. الذي بداية نقف جميعا لسماع النشيد الوطني. المسيرة كانت حافلة لعدة سنوات، تقريبا من سنة 2018 وأنا في الفريق الوطني مع المدرب كنزي عبد الهاني وحريمة ومخلوف وكما ذكر رئيس الاتحادية، وبعدين مع مدربي محمد شعوى، وبعدين مع المدرب بيدرو. أكيد هي مسيرة طويلة وحافلة، وتشاركنا أنا والملاكمين زميلاتي وزملائي الملاكمين اللي تشاركنا لحظات في تربصات وطيلة هذه المسيرة، كلهم يعرفوا قيمة هذا الإنجاز. أنا فخورة جدا أني معكم اليوم، إن شاء الله نزيد نشوفوا ألقاب أخرى للملاكمة. كما على بالكم الملاكمة هي الرياضة الأولى تتويجا في الأولمبياد. نتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع الملاكمين والملاكمات، ونشوفوا إن شاء الله أبطال يقتادوا منا، ونشوفوا أبطال إن شاء الله عالميين. إنجاز تاريخي بعد 22 سنة الملاكمة ما جابتش ميدالية ذهبية. 20 سنة باسكو الميدالية الذهبية الأخيرة تاع واسمو 26 سنة تاع السلطاني المرحوم الله يرحمه، وبعد 24 سنة الميدالية البرونزية تاع اللالو. كومام جوزنا تما مرحلة وين ما كانش نتائج، واليوم هاد الخطرة هادي الحمد لله ميدالية ذهبية، وين فخر للجزائر للعرب ولإفريقيا كامل. كل الناس شاركوا على الميدالية الذهبية هذه، كان سيتي لوبجيكتيف برينسيبال دو توت لالجيري، سورت الوزارة الشبيبة والرياضة، لا فيدراسيون الجيران دو بوكس، لا دي تي ان ولا لي زونترينور، كان الحلم تاعنا كاع نجيبوا ميداليه اولمبيه، والحمد لله جبنا هذه الميداليه. وكل الشكر لكل من ساهم على الميداليه هذه.